رجل المقابلة سعيد بودلاح. الكنية ديالك بودلاح، هاتي بودلاح اش كيقيد غادي ديرو انت؟ شوقي سعيد. شوقي سعيد، مزيان مزيان، كنعتبروك رجل المقابلة ممتاز. غنديرو معاك تصريحات دابا في هاد الإذاعة المستقبلية. كي جاتك المقابلة؟ المقابلة كانت رائعة جدا، لأن كل لاعبين لعبوا بحماس كبير، كان الجو جميل جدا على شاطئ مدينة كوفيل، لعبنا مباراة بمميزات عالية، كانت هجمات بين جهتين، لكن تألق بعض اللاعبين وبعض حراس المرمى، كان المباراة انتهت لصالحنا والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لأول مقابلة كتلعبها في الشاطئ ديال أوريف؟ أول مقابلة رسمية. كي جاوك الدراري ديال المستقبل؟ مستقبل رائع جدا، كرة لها مستقبل كبير هنا مع الجمعية، لأن اللاعبين لديهم حس كروي رائع جدا، يلعبون بطريقة جيدة. تكتيك ديال المقابلة كي جاوك؟ تكتيك المقابلة مقابلة كانت ليست من طرف واحد ولكن من جميع من الطرفين، كانت مباراة كبيرة، لأن اللاعبين ولا فريق تموانز ولا فريق مستقبل أورير كانوا. بالنسبة لحالة الطقس كاين الريح شوية والشرق؟ نعم الجو كان هناك الشرقي، ولكن نحن الحمد لله لعبنا في الشوط الأول والشوط الثاني كان الشرقي أكثر، وبالتالي حققنا جد الفوز. كنشكرك سي سعيد مرة أخرى. الله شكرا على واجب. وخذ راحتك هنا في أورير، حرها. الله يعطيك الصحة. الله يرضى عليك. وهذيك جلست شوية بعد القصة.